اخوان السلام عليكم، نتمنى من لايك فيديو يلقاكم الف خير. تحيه لكم، شكرا للناس اللي مشاركه في القناه الجديده، شكرا لكم من هذا الفيديو هذا. بالنسبه للاخوان اللي عاد دخلوا يعني جداد، تحيه لكم الناس الجزائر، الناس تونس، الناس الدول العربيه كاملين. بالنسبه لحنا كنوصلوا واحد المعلومه للاخوان، لا بالنسبه للمغاربه او بالنسبه للجزائر او تونس، كنحاولوا كل بلد يعني عنده منظومه وكل بلد الوثائق اللي خاصو يجيب باش كيتبعوا من السفاره ديالو اللي كاينه في يعني في اي دوله. بالنسبه للاخوان، كل دوله وعندها الرئاسه ديالها، كل دوله عندها القانون ديالها في الفيزا وشنو اللي خاص دير وشنو خاص بزاف د الحوايج، وكتدلي بواحد الشواهد باش خاصك الفيزا باش ديرها. بالنسبه حنا كنوصلوا المعلومه، كنبارطاجوا المعلومات الاخوان، وحنا كنوريو كاع المعلومات اللي عندنا كنفيدوهم والكمال على الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للاخوان، اليوم الدوله الجديده اللي غادي نهضر عليها هي دوله بيلاروسيا. اخوان اللي ما عارفش، دوله بيلاروسيا جات في شرق اوروبا، يعني اغلبيه ديال الاخوان كل اللي غيعرفها كل اللي ما غيعرفهاش، حيت قليل هاد الدوله هادي اللي كيمشي لها السياحه. بالنسبه اللي معروف هما المصريين اغلبيه اللي كيعيشوا فيها في دوله بيلاروسيا. اخوان اليوم جيت نقول لكم بان الوثائق اللي مطلوبه بالنسبه لدوله بيلاروسيا، الدول اللي مسموحه لها الدخول دوله بيلاروسيا بلا فيزا، غنقول لكم شكون هما الدول اللي مسموحه تدخل بيلاروسيا بلا دون فيزا يعني تاشيره. غنقول لكم على يعني بالنسبه للمغرب او الجزائر، يعني واش هما عندهم الحق يدخلوا بيلاروسيا بدون فيزا. احنا غندير لكم في هذا في الفيديو شرح كامل ومبسط. بالنسبه للاخوان اللي كيوصلوا لنا تعاليق، يعني كنحاول نجاوب واحد العدد كبير من الناس اللي كيتواصلوا معي في القناه، يقول لك فوالا احنا ما عرفناش كيفاش ناخذ الرونديفو كيفاش، وحاولت يعني نوصل لكم بزاف المعلومات، يعني حاولت كنحاول ندير اكثر من جهدي بس نوصل المعلومات. وانتوما خاصكم تبحثوا وتقلب، حنا ملي كنفيدكم بواحد المعلومه انت خاصك تعاود تبحث المعلومه، وحنا راه ما تنخبوا لكم والو، اللي عارفينه راه تنقولوا لكم الاخوان. وبالنسبه لليوم غادي ندوي على دوله بيلاروسيا. الاخوان بالنسبه لدوله بيلاروسيا راه كما قلت لكم جات في شرق اوروبا. الدول اللي مسموحه لدخول دوله بيلاروسيا هما شكون؟ الدول عندك الامارات، وعندك قطر، عندك عمان، السعوديه، والكويت، وسلطه سلطنه عمان عفوا. هادو هما الدول اللي مسموحه تدخل دوله بيلاروسيا بدون تاشيره وبدون جمع اوراق وبدون حتى شي حاجه، لا حجز فندق، لا حجز طيران، لا حتى شي حاجه، يعني كتدخل يعني كتدخل يعني المطار بدون حتى حاجه. بالنسبه للدول اللي خاصها التاشيره ضروريه هي المغرب والجزائر، يعني هادو ضروري خاصهم التاشيره، ولكن القنصليه لا توجد في المغرب ولا توجد في الجزائر، يعني القنصليه كتواجد في دوله مصر. يعني الاخوان تيقول لك فوالا انا كيفاش غادي ندفع الوثائق لدوله مصر ومصر بعيده عليا، وكيفاش غادي ندير، وخاصني طياره وخاصني بزاف الحوايج، ولكن لا الاخوان راه واخا ما دايراش القنصليه كاينه في المغرب او الجزائر، التاشيره كتاخذها عند وصولك للمطار، كدي معك الوثائق والمستندات مع الموعد اللي كتاخذ من الاستماره والمسائل في المطار، كيعطوك تاشيره يا قبول يا رفض في المطار قبل هادشي كامل، قبل ما كدير الحجز للطيران وحجز الفندقي. يعني ديجا انت كيكون عندك الوثائق ديالك وكتمشي للمطار كتجيب بالوثائق ديالك، وهذيك الساعه كيعطوك الفيزا ديالك تاشيره بعد معاينه الملف ديالك. بالنسبه للاخوان، ثمن الرسوم ديال التاشيره هو تقريبا كاين ما بين 60 اورو، ولا كان الاخوان شي واحد يعني مستعجل باغي يمشي عنده شي حاجه وشي خدمه ولا شي حاجه، كيخلص تقريبا 50 لا كيخلص 150 اورو تقريبا. هذيك الاخوان اللي باغي الفيزا واقف عليها عنده شي خدمه ولا شي قرايه ولا شي حاجه مستعجله. بالنسبه للدوله كتسمح لك تدخل الدوله ديالها تقريبا 30 يوم، اللي مسموح لك من غير 30 يوم كتسمى حارق، يعني خاصك قبل 30 يوم، يعني ما كدوز لك شهرين يعني كتوجد باش كتخرج من البلد ديالها. علاش؟ حيت لا حركه
كما قلت لكم الاخوان يعني 30 يوم خاصك ضروري تغادر ارض الوطن ديال فيلا روسيا. الا ما غادرتيش تقريبا راه كتخلص واحد المخالفه وكتحرم من الدوله لتدخل لها 5 سنوات تقريبا. كتخلص المخالفه وكتحرم من دوله فيلا روسيا ما تدخلش لها تقريبا 5 سنين. بالنسبه للاخوان شرحت لكم يعني شنو الدول اللي مسموح لها تدخل دوله فيلا روسيا يعني بدون تاشيره يعني بالفيزا. وبالنسبه للمغرب او الجزائر يعني كحنا مغاربه او مواطنين الجزائر يمكن لهم ياخذوا تاشيره عند وصول المطار. بالنسبه للاخوه الوثائق اللي ما عرفاش راه تلقاهم اخر هذا الفيديو هذا. وبالنسبه لاخذ الموعد او يعني السفاره بغي يعرف شي حاجه راه تلقاوه في صندوق الوصف المعلومات ديال دوله فيلا روسيا فقط. الشكل الاخوان بالنسبه لواحد النقطه مهمه اللي بغيت نشرح ليها كتجيني بزاف. الوثائق بالنسبه لاي دوله ضروري كترجمهم الى لغه انجليزيه ضروري ترجمهم لا دوله بيلاروسيا لا دوله اوكرانيا ولا دوله رومانيا. بالنسبه للفيديو اللي درت السابق هذوك نسيت بان قلت لكم الوثائق خاصكم ضروري ترجمهم الى لغه انجليزيه فقط. الشيء اللي كاين اخوان والسفاره ديال بيلاروسيا راه كتواجه في تركيا وكتواجه في مصر من غير الدول ما كتواجه فقط. الشيء اللي كاين اخوان نتمنى من الله نكون وصلت لكم المعلومه وشكرا للناس اللي دخلوا عندي القناه شكرا لكم بزاف كنشكركم. وبالنسبه اللي خاصو شي حاجه راه غادي نعاود نشوف المشكل ديال الانستغرام ديالي وغادي نتواصل معكم في الانستغرام ديالي. اي معلومه مرحبا حنا في الخدمه ديالكم كنشدوا المعلومه وكنوصلوها لكم وحنا راه كندير واحد المجهود باش كنوصلوا اي معلومه كما كانت كنوصلوا الاخوان جميع الناس اللي باغا تسافر باغا دير واحد السياحه مع الاهل ديالها او الاخوان ديالها او الاصدقاء. بالنسبه غير يكونوا وثائق يعني مزيانين وثائق يكونوا في محلهم فقط. هادشي اللي كاين الاخوان. المهم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله دوله جديده وفيزا جديده ان شاء الله بحول الله. اليوم كان الموضوع على دوله بيلاروسيا راني شرحت لكم الوثائق والدول اللي مسموح لها تدخل بدون تاشيره شحال المبلغ ديال التاشيره عند الوصول شحال كنخلصوا تقريبا راه كتخلص واحد تقريبا واحد 60 يورو. الناس اللي واقفه على الفيزا راه كتخلص تقريبا واحد 150 تقريبا. الناس اللي واقفه على الفيزا يعني كتخرج ما بين 48 ساعه. بالنسبه للمده باش يعني باش كيجاوبوك كتكون واحد 5 ايام تقريبا باش كيجاوبوك على فيزا بلا روسيا. هذا هو الموضوع اللي كان الاخوه اليوم. تحيه لكم تلاقوا فيديو جديد ان شاء الله والسلام الله عليكم.